وآتينا آدم في الأرض مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطقوا من لو يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يحزنون ولا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا جميع الذين ينظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شهور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ينكس في الأرض أفلا يعلمون وما يبشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللناها ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين انظر ولنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشياطين بينهم وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.